يوجد أيضا بدار المخطوطات الإسلامية وثائق مخطوطة أصلية مكتوبة باللغة الأسبانية، يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر الهجري، أي تقريبا في 1515 ميلادي. هذه الوثائق كتبها ملك أسبانيا بالتوجيه إلى 11 فرقة مسلحة باضطهاد المسلمين وإجبارهم على التنصر وسلب ممتلكاتهم وتعذيبهم. وده الوثائق ديت حصل عليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقام بتحقيقها، هي عبارة عن 23 ملف، وكما قال صاحب السمو إن كل ملف يحوي قصة محددة. قام بتحقيق هذه الوثائق وإصدارها ونشرها في كتاب محاكم التفتيش الذي نشر أخيراً، وتم تدشين الكتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب العام الماضي.